مشتركي سبورانات. الفيديو هذا باش نعطيكم ملخص صغير على بنية المادة. إذا المادة شفناها في السنة 7 سيسي واللي هي الجوهر والأصل في تكوين الأشياء. إذا المادة هي الجوهر والأصل في تكوين الأشياء. ضمن عليها بالكدا في السنة 7 أساسي. إذا لهنا توجد المادة في ثلاث حالات. إذا عندنا المادة الصلبة، كيما الصخور، عندنا المادة السائلة كيما الماء، وعندنا المادة الغازية كيما الهواء. فهمنا؟ باهي، هذا اللي شفناه في السنة 7 أساسي. جديد توا هنا إذا بنية المادة. عندنا الهباءات، الهباء. إذا باش نعطي تعريف الهباء. إذا شنو هي الهباء؟ الهباء هي أصغر جزء من المادة. إذا هي أصغر جزء من المادة، يوجد منفردا ويحتفظ بخواص المادة الطبيعية. المادة الطبيعية، فهمنا؟ إذا الهباء هي أصغر جزء في المادة، ولكن المادة ما تتكونش من هباء واحدة. إذا المادة تتكون من عديد الجزيئات المتماثلة اللي هي الهباءات المتماثلة. تتكون المادة من عديد الجزيئات المتماثلة. اللي هما الهباءات المتماثلة. الأبعاد الهباء، إذا هنا قلنا الهباء هي أصغر جزء، إذا الأبعاد متاعها باش تكون صغيرة جدا، والكتلة متاعها ما تقارب 10^-26 كيلو جرام. شفتوا مصغرها معناتها 0.0، 26 مرة باش نوصل لواحد، معناتها 26 صفر وبعد عندي الواحد. باهي، قلنا انه المادة توجد على ثلاث حالات. باش نبدا بالحالة الأولانية واللي هي الحالة الصلبة. شفناها من صحيح السنة 7 أساسي، ولكن فما معطيات جديدة باش نشوفوها السنة. إذا الحالة الصلبة هي جزيئاتها كيفاش تكون. إذا مادام حكينا على الجزيئات، إذا جزيئاتها شبيهم، إذا منتظمة ومتراصة. فهمنا؟ إذا هنا الحالة الصلبة لها شكل خاص، إذا شكل ثابت، لها حجم ثابت وغير قابلة للانضغاط. راهم حاجات مهمة برشا هذوما، إذا مش نخدم بهم برشا في التمارينات ونستحقهم في التمارينات متاعنا. غير قابلة للانضغاط، وهذوما ينجموا إذا يجوا عبارة على أسئلة. مثلا يقول لك أعطيني خاصية الحالة الصلبة، ولا يعطينا جملة وتبدأ كلمات ناقصة، بالطبيعة ما نجم نكملها إلا ما نبدأ نعرف الخاصيات هذوما. تفهمنا؟ نتعدى الحالة الموالية واللي هي الحالة السائلة. احنا في السنة 7 أساسي نقولوا قابلة لللمس وغير قابلة للمس، قابلة للمسك والتقليب مثلا الحالة الصلبة، الحالة السائلة لا. إذا توا هنا باش نحكوا على الحجم والشكل. إذا هنا بالطبيعة قلنا تتكون من الجزيئات، كيفاش يكونوا لهنا الجزيئات؟ إذا جزيئاتها متراصة وغير مرتبة، إذا وحركتها انتقالية ودائما ودائمة وعشوائية. حركة الجزيئات نعطيكم في الكلمات المفاتيح اللي باش تستحقوهم في التمارينات بتاعكم. باين؟ اذا لهنا قلنا تاخذ شكل الوعاء هكا ولا اذا لهنا هل لها شكل ثابت؟ لا، ليس لها شكل ثابت. والحجم نتاعها بالطبيعة حجمها ثابت،
صعبة الانضغاط. فهمنا؟ وبطبيعة قابلة للجريان، متعدة للحالة الغازية. إذا لهنا جزيئاتها غير متراصة، وغير مرتبة، وتتحرك بسرعة دائمة وعشوائية في خطوط مستقيمة. وفي كافة الاتجاهات، وفي كل الاتجاهات. راه مهمين الكلمات هذوما، راه نستخدمهم برشا في التمارين. تو تشوف باش نخدمك بعض التمارينات عليهم، واللي اذا هذوما هما كلمات المفاتيح نتاع الدرس. باهي، اذا تاخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه. اذا لا شكل لها، اذا والحجم هنا حجمها يعتمد على حجم الوعاء، اذا لا حجم لها. فهمنا؟ وقابلة للانضغاط بسهولة. إذا هنا نجم نحوصله، أهم حاجة إذا الشكل والحجم والانضغاط. إذا نجم نحط كيا شكل حجم والانضغاط. إذا عندي هنا قلنا الحالات الفيزيائية اللي هو الصلب، السائل، والغاز. هكا ولا هنا عبارة على جدول بسيط اللي باش يعني يلخص لنا اللي شفناه من قبل. اذا قلنا الصلب لها شكل، الحالة الصلبة، ولها حجم وغير قابلة للانضغاط. اذا هنا غير قابلة للانضغاط. السائل، السائل اذا ياخذ شكل الوعاء، اذا ليس له شكل ولكن له حجم، اذا لهنا وصعب الانضغاط، نجم نحطوه ما نحطوش غاديك. اذا الغاز ليس له شكل، ليس له حجم، وقابل للانضغاط. فهمنا؟ اذا لهنا قابل، لهنا قابل للانضغاط، اذا القابل للانضغاط اللي هو الغاز. باهي، هكا نكون عطيتكم ملخص صغير على بنيه الماده. تابعوني على سابورانيت، ان شاء الله تتحقق الافاده، وان شاء الله نعادوا سنه دراسيه مع بعضنا موفقه.